كلما زاد البحث لمعرفة أسباب متلازمة هافانا زاد غموضها. لا خصم أجنبياً ولا سلاح كهرومغناطيسياً وراء المرض الذي يصيب دبلوماسيين وضباط مخابرات أمريكيين في بعثات حول العالم. بحسب تحقيقات أمريكية في أكثر من 90 دولة رفعت عنها السرية مؤخراً. وكالة المخابرات المركزية CIA وست وكالات أخرى لم تشكك بتجارب المصابين ومعاناتهم، لكنها وجدت أن من غير المحتمل أن يكون رنين الأذنين الذي يتبعه ضغط في الرأس وغثيان وصداع نصفي وكوكبة أخرى من الأعراض ناتجاً عن موجات كهرومغناطيسية، كما أنها لم تجد نمطاً موحداً أو شروطاً متطابقة تربط بين الحالات الفردية. التقرير الجديد يرى أن الخبراء الطبيين لا يمكنهم إرجاع الأعراض إلى أسباب منفصلة عن حالة موجودة مسبقاً أو عوامل بيئية، وتعرض التقرير لانتقادات ووصف بغير المكتمل كونه لم يأخذ جميع البيانات ووجهات النظر بعين الاعتبار، بما في ذلك نتائج توصلت إليها العام الماضي لجنة خبراء مستقلة ونتائج سابقة للأكاديميات الوطنية للعلوم والطب، أفادت بأن طاقة التردد النابضة والموجهة قد تكون خلف هذه الظاهرة. شيء ما حدث لأولئك الموظفين، يقول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، فهي ليست هستيريا جماعية ولا حالة نفسية. مسؤولون أكدوا أن وكالات الاستخبارات فكرت في جميع الاحتمالات، حتى في أن تكون كائنات فضائية وراء هذه الظاهرة، لكنها استبعدت هذا الاحتمال. لصباح العربية، هند إبراهيم، واشنطن.